مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. مثل ما اعتدتم يا أصدقاء، سنقدم لكم اليوم مجددا أكثر مقاطع الفيديو غرابة الموجودة على الإنترنت، والتي ستذهلكم بالتأكيد وقد لا تصدقون بأنها حقيقية حتى. فابقوا معنا لمشاهدتها ولا تذهبوا لأي مكان. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. بعض الحيوانات تقوم بتصرفات حيوانات أخرى بعيدة كل البعد عن بني جنسها، مثل كلب تشيواوا هذا الذي يتحرك مثل الأحصنة لدى رقصها. إن كنتم من محبي موسيقى الريغي، فإن هذا الخروف هنا قد يجعلكم متفاجئين للغاية. ومن الجدير بالذكر بأن مالكه يحب المغني بوب مارلي أو موسيقى الريغي بالتأكيد. صغير الدب هذا لا يكترث إن كان مصدر الطعام مخصصا للطيور في الواقع، بحيث تسلق شجرة للحصول على الطعام رغم قيام مالك المنزل بكل ما في جهده لإبعاده. لابد بأنكم سبق وشاهدتم قطعان عدة أنواع من الحيوانات كالخرفان والأبقار، لكن هل سبق وشاهدتم قطعة من البط من ذي قبل؟ هل سبق وشاهدتم معركة بين البطريق من قبل؟ حسنا، بكل صراحة لا يمكن أن نسمي ما نراه الآن عراكا، بحيث أنه يبدو كصراع محترم للغاية. لكن الطريف بخصوص هذا الفيديو هو البطريق الثالث الذي لا يقوم بأي شيء سوى مشاهدة ما يحدث كما لو أنه حكم المباراة. يمتلك بعض البشر خصائص مذهلة في أجسامهم تجعلهم قادرين بالقيام بما لا يستطيع أي أحد آخر القيام به، لكن تخيل رؤية شخص ما يقوم بحركة العنق المرعبة هذه أمامكم. إن العمل الجماعي يجعل من أكثر الأمور صعوبة أكثرها سهولة، وما يحدث أمامكم الآن هو مهرجان زورق التنين في الصين. الجدير بالذكر هو أن التنين عبارة عن عدد كبير من الزوارق المنفصلة، لكن مهارة ودقة من يقودها تجعلها تبدو وكما لو أنها متصلة ببعضها البعض. هذا الدب معروف بحبه للاستحمام يوميا، بحيث ينتظر كل يوم من هذه اللحظة بفارغ الصبر. وكما تشاهدون يستمتع بوقته مع كل ثانية تمر، فبعد كل شيء من لا يحب تلقي الاهتمام والعناية الدائمة؟ إن كنتم ممن يشعر بالملل ولا يستطيع التركيز على القيام بالرياضة ويجد الأعذار كل يوم، إليكم هذا الفيديو لعلكم تجدون بعض الحماس والعزيمة. ما تشاهدونه الآن ليس قيام أحدهم بالرسم على دودة، بل مخلوق حقيقي. أجل يا أصدقاء، إنها يرقة عفة الفيل الصقر والتي تمتلك ما يبدو كوجه سمكة على رأسها لإخافة الحيوانات والحشرات التي قد ترغب في أكلها. بالنسبة لمن يعملون في مجال الكهرباء، فإن أمورا مثل هذه تعتبر مصدر استمتاعهم خلال ممارستهم لعملهم. لكن استمعوا لصوت التيار القوي يا أصدقاء. بالنسبة للحيوانات، النجاة في البر صعب للغاية ويعتمد على الصراع من أجل البقاء، لكن نجاتها في المدينة أكثر صعوبة حتى، بحيث يظل القانون نفسه. والدليل هو هذا الفيديو الذي قامت فيه حمامة بحماية طعامها ضد جرد وسنجاب أيضا. لكن الفائز الأكبر كان قردا أتى لطرد الجميع. مشاهدة هبوط الطعام عبر بلعوم هذا الكلب أمر لا نراه دائما. إن كان مدرب الكلاب ماهرا فيما يقوم به، فليس غريبا أن يصبح الكلب قادرا على القفز لهذه المسافة. شاهدوا إلى أين يصل. الخدعة التي قام بها هذا الشاب في هذا المقطع مذهلة للغاية، وتجعل الجميع يفكر في كيفية قيامه بها حتما. فهل لديكم أي تفسير؟ أما إن كنتم مما يخاف المرتفعات، إليكم هؤلاء المتسلقين الذين يمتلكون من الجرأة والثقة في النفس ما يكفي للجري على قمة جبل كهذا.
لسبب ما الجميع يحب مقاطع تدمير المنازل والهياكل العملاقة المهجورة، ولهذا إليكم مقطعا مرفها ممتعا منها. ما تشاهدونه الآن هو عملية استخراج اللؤلؤ من المحار، فسبحان الخالق الرحمن على قدرته وعظمته. ما تشاهدونه الآن هو بلح البحر، والذي يمتلك ما يبدو كاللسان وسط قوقعته، فهل سبق وشاهدتم أمرا مماثلا من ذي قبل؟ نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.